الإدانة لم تعد كافية لهذا النزق والبغي الإرهابي الحوثي الغادر والجبان الذي لم يعد معه الحديث عن تمديد الهدنة مقبولاً. نحتفظ بحقنا في الرد على هذا الصلف وما يوازيه من تصعيد عدواني حوثي في جبهات المواجهة وخطوط التماس الجنوبية، هكذا قالها الناطق الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي. نبدأ نشرتنا الإخبارية بمحورنا لهذا اليوم، الهجوم الإرهابي الحوثي على ميناء الضبة النفطية. أهلا بكم. استهدفت جماعة الحوثي الإرهابية ميناء الضبة النفطي في حضرموت بهجومين إرهابيين بطائرتين مسيرتين مفخختين، ولم يسفر الهجومان الغادران عن أي أضرار. وقال محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي إن الهجوم الأول حدث عند الساعة 2:05 ظهرا وكان بين السفينة والعوامة، فيما حدث الهجوم الثاني عند الساعة 2:20 وكان أكثر قربا من السفينة. لا توجد هناك أضرار جراء الهجومين، موضحا أن الهجوم جاء على إثر تداعيات سابقة لتهديدات حوثية لوزارة النقل اليونانية، وكان من المقرر أن تدخل السفينة قبل أسبوع، لكن نتيجة لهذه التهديدات ظلت خارج المياه الإقليمية لبلادنا، وهم على تواصل مع السلطة المحلية ووزارة النفط وشركة بتروموسيلا. وقبل يومين حصل هجوم على ميناء النشيمة بمحافظة شبوة بواسطة طائرتين مفخخة ولم ينتج عنها أضرار. وأكد المحافظ أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإبعاد السفينة عن المياه الإقليمية، وتم إيقاف ضخ النفط من شركة بتروموسيلا إلى الميناء، وتم إخراج العديد من العمال من الميناء، مضيفا أن التهديدات كانت من ميليشيا الحوثي، وأن التقرير الأول يؤكد أن انطلاق الهجومين جاء من منطقة ما بين مأرب وجوفة، وأن السلطة المحلية ستتخذ إجراءات مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ودول التحالف لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. تتمادى ميليشيات الحوثي الإرهابية في عدوانها بالطائرات المسيرة الإيرانية في استهداف للمنشآت النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت، ووصلت حد ميناء الضبة لتصدير النفط بساحل حضرموت بطائرتين مسيرتين مهددة بذلك المنشآت النفطية والملاحة البحرية في البحر العربي. يريد إدارة الحرب بأوامر سيده الفارسي، فهو يختار متى يصعد وأين وكيف، حتى الأهداف توسعت وتطاول هذا النزق والبغي الإرهابي الحوثي حتى وصل حد حضرموت. منذ بدء الحرب جعلت ميليشيا الحوثي البنية التحتية للجنوب هدفا لها من مطارات وموانئ، وهي تبعد عنها مئات الكيلومترات، بينما صافر التي تبعد عنه بضعة كيلومترات فقط لم يمسها بسوء. الشراكة العميقة لقوى الشمال من تحت الستار في الملف النفطي طيلة 8 سنوات السابقة كشفتها حضرموت اليوم، فحصص قيادة صنعاء كانت تصلهم من مبيعات وشركات النفط والغاز، وبعد التغيير في دهاليز الشرعية وإعادة ضبط قيادة الدولة يبدو أن هذه المصالح فقدها الشمال. فبدأ الحوثي منزعجا وهدد وضرب موانئا في حضرموت وشبوة، هكذا ما علينا أن نفهمه. نحن حقيقة نرى أن هذا المصدر هو التهديدات كانت من الحوثي من صنعاء، والتقرير الأول يقول أن الانطلاق كان من منطقة ما بين مأرب والجوف. الحمد لله أنه لم تحصل أضرار، ونحن سنتخذ إن شاء الله الإجراءات مع الحكومة ومع دول التحالف الإجراءات الكاملة لمنع مثل هذه الحوادث. تقليص نفوذ أعوان صنعاء في الشرعية وعودة محافظات جنوبية إلى أهلها وتحديدا محافظة شبوة النفطية، ومع التحركات في حضرموت لطرد قوات المنطقة الأولى الإخوانية، أدى بدوره لتقليص الدعم الغير مباشر الذي كان يمولهم، ولهذا بدأوا بمثل هذه الهجمات التي تعد استهدافا للجنوب وشعبه وثرواته بدرجة رئيسية.
إلغاء اتفاق السويد وتحرير ميناء الحديدة سيكون أبلغ رد على تطاول الحوثيين على حضرموت، كما أن هذا الرد سيجفف أبرز مصادر التمويل المالي للحوثيين بعد أن كشف عن رغبته في محاصرة الحكومة الشرعية اقتصاديا وظهر متبجحا بالإرهاب والعدوان. وذلك لمنع سفينة نفطية. تضامن عربي وإدانة من المجتمع الدولي والأممي تجاه الهجوم الإرهابي لجماعة الحوثي الإرهابية على ميناء الضبة النفطي بساحل حضرموت، حيث أكدت الإدانات أن التهديدات الصارخ للتجارة البحرية الدولية غير مقبول، وتعد هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية انتهاك للمبادئ الأساسية لقانون البحار والاتفاقات الدولية. كما شهدت الساحة المحلية إدانات واسعة للهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي بحضرموت وتهديد الجماعة المارقة لخطوط الملاحة البحرية ونأس في كل المعاهدات والاتفاقات الدولية بذلك. وقال ناشطون محليون أن الإدانات المحلية للهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي تنوعت بين الجريئة والذليلة والضعيفة المرهونة للشمال، خاصة ما أصدر عن بعض المكونات السياسية، فهي بيانات هزيلة اتجهت نحو تهجيج الصراع الداخلي في حضرموت دون الجرأة على وصف الهجوم الحوثي بالإرهابي، إضافة للإدانات الركيكة الصادرة عن بعض المكونات القبلية التي تدعي حبها وولائها لحضرموت، بينما تنفذ أجندات وإملاءات قوى الشمال المستفيدة من نهب نفط وثروات الجنوب بحسب ما تداوله ناشطون. ومن صنعاء تبنت جماعة الحوثي الإرهابية عبر ناطقها العسكري الهجوم الإرهابي على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت بطائرتين مسيرتين مفخختين، الأمر الذي يؤكد عدوان هذه الجماعة المارقة، وأن هذا الظهور والتبني للهجوم الإرهابي على حضرموت لم يترك مجالا للعودة للحديث عن الهدنة مع هذه الجماعة الإرهابية وتهديداتها المتواصلة للمرافق السيادية في محافظات الجنوب. نفذت قواتنا المسلحة عملية تحذيرية بسيطة، وذلك لمنع سفينة نفطية كانت تحاول نهب النفط الخام عبر ميناء الضبة بمحافظة حضرموت. طالب نشطاء وسكان محليون مجلس القيادة الرئاسي ودول التحالف العربي بفرض عقوبات عاجلة على ميليشيا الحوثي الإرهابية بعد استهدافها للمنشآت النفطية في حضرموت وشبوة، كما طالبوا أيضا بعدم التعامل مع المكاتب النفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وإيقاف كل المخصصات للقوى الشمالية الموالية لجماعة الحوثي والمستفيدة من عائدات النفط في محافظات الجنوب، إضافة إلى ضرورة الرد والحسم العسكري للتمرد الحوثي، خاصة بعد الاستفزازات الأخيرة ورفضه لكل جهود السلام. الرد يعني بما يتناسب وحجم العمل اللي يقدم عليه الحوثي، يعني إبلاغه على أساس أنه الناس ما هي لعبة، يعني متى ما شاء هو بيضرب ومتى ما شاء يعني يرفض هدنة ولا بيعمل كذا ولا أي حاجة يعني.
فهذا الأمور بالنسبة لها لازم أن تكون هناك فيها مواقف وتكون فيها جدية في التعامل. يعني لابد من الرد، الرد الذي سيردعهم. أما أن احنا نجلس بالبيانات ما بتردع شيء، بيتمادى الحوثي أكثر وسيضرب أكثر، والمتخادمين معه أيضا سيتخادمون معه أكثر وبتكون أكثر من ذلك. إذا كان الرد السريع المباشر للحوثي، لأنهم يعرفون إلا الرد، إذا ردينا عليه لعلمك بتنتهي كل الحرب، وإذا سكتنا عليه وبدأنا في الأذانات والبيانات الذي لا تسمن ولا تغني من جوع لن سيستمر في غيه. على قيادتنا الشرعية الوطنية أن تتماشى مع هذه الأحداث، وأن أيضا لا تقدم على أعمال مجازفة بحيث أنها تزج بنفسها في مواقع يريد الآخرين أن تصل إليها. نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا رئيس حكومة المناصفة يدشن مؤتمر الشباب والتنمية في العاصمة عدن، كتلة حلفي وجامعي حضرموت تدعو كافة المكونات الحضرمية إلى مساندة المحافظ بن ماضي والالتفاف حوله، انطلاق أولى مباريات بطولة كأس حضرموت لكرة القدم بساحل ووادي حضرموت. أهلا بكم من جديد. في العاصمة عدن دشن رئيس حكومة المناصفة الدكتور معين عبد الملك مؤتمر الشباب والتنمية ضمن مسارات البرنامج الوطني للشباب تحت شعار شبابنا المؤهل ضمانة المستقبل. وخلال التدشين لفت رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على إشراك الشباب من خلال ضخ دماء جديدة إلى الوظيفة العامة، مشيرا إلى الإعلان مؤخرا عن درجات وظيفية تستهدف الشباب لتوزيعهم على مؤسسات الدولة للمشاركة في خدمة وتطوير وتنمية المجتمع في القطاعات المختلفة. وأوضح رئيس الوزراء رمزية الكبيرة لعدن كسرها مشروع ميليشيا الحوثي في العام 2015، وحمل فيها الشباب السلاح للحفاظ على كرامة البلاد بأكملها، مؤكدا أن الحكومة تدعم الشباب والبرامج التي تساهم في تمكينهم اقتصاديا وتنمويا لما فيه خدمة المجتمع والوطن. هذا ويتضمن البرنامج 4 مسارات متنوعة تهدف في مجملها إلى تحسين الواقع الشبابي في عدن، ويركز على خلق منصة حرة وتفاعلية للتعبير والإبداع والابتكار، وإطلاق برامج تأهيلية على الصعيدين العلمي والعملي لرفع كفاءة الشباب وتعزيز قدراتهم على بناء مشاريعهم الخاصة وبناء قنوات تواصل بين الشباب. المهمة صعبة، لكن أنا متأكد أنه الروح والإرادة لدى قلوب وشباب وأبناء عدن، ونقول أنه بتكون المنافسة صعبة، لأنه أنا كنت في المكلة العام الماضي وشفت تجربة الصندوق هناك. لذلك أنا يهمني مشروع البرنامج المشروع الوطني، وأقول لعبد الرؤوف المنافسة بتكون صعبة، وأنا أشوف المنافسة موجودة في شبوة، مارب، تعز وكل المحافظات المحررة، المهرة، بحيث نشوف برامج وطنية للشباب. يمكن كانت الحكومة مشغولة في إعادة تأهيل البنى التحتية والمؤسسات، وأنتم عارفين ظروف الحرب، يمكن صندوق النقد الدولي يتكلم على أول نمو إيجابي خلال السنوات الماضية، السنة هذه إحنا نطمح لما هو أكبر، لكن أقول لكم الحكومة بتكون قريبة منكم. في المكلا طلع محافظ حضرموت مبخوث بن ماضي على التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر المرأة للسلامة المزمع انعقاده بالمكلا في 12 من شهر نوفمبر القادم. واستمع المحافظ بن ماضي من الأمين العام للمؤتمر الأخت مدينة عدلانة إلى جهود التحضير للمؤتمر الذي يأتي انعقاده برعاية السلطة المحلية بالمحافظة، وتشارك فيه ناشطات وممثلات منظمات المجتمع المدني المختصة بشؤون السلام والمؤسسات الحكومية ودوائر المرأة وذوي الاختصاص من مختلف المحافظات. ويهدف المؤتمر إلى توحيد جهود منظمات المجتمع المدني في مجالات المرأة والسلام وآلية تنفيذ القرارات المتعلقة بالمرأة. في سياق آخر، أكد محافظ حضرموت مبخوث بن ماضي بفخر حضرموت بشبابها الذين يصنعون من المستحيل نصرا ويشرفون محافظتهم ووطنهم في المحافل الخارجية. وأثنى المحافظ خلال لقائه بالمكلا بعثة حضرموت الشطرنجية المشاركة في بطولة آسيا للهواة بمسقط، مشيدا بما حققته البعثة لرياضة الشطرنج الذهنية في بطولة آسيا للشطرنج للهواة التي أقيمت في سلطنة عمان الأسبوع الماضي، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا لنجوم حضرموت من ساحل ووادي المحافظة، يضاف إلى الإنجازات المحققة في مختلف الألعاب. هذا وحاز أغلب نجوم منتخب حضرموت الشطرنج على أعلى تصنيف دولي في البطولة الشطرنجية.
دعت كتلة حلفي وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب كافة المكونات الحضرمية إلى الوقوف ومساندة المحافظ بن ماضي والالتفاف حوله لقطع الطريق على المتربصين بحضرموت وأهلها. وأشادت الكتلة في اجتماعها الدوري بالمكلا بالدور الفاعل للسلطة المحلية بقيادة المحافظ مبخوت بن ماضي على دوره الكبير وتفانيه في عمله وما قدمه لخدمة المحافظة رغم قصر المدة التي تولى فيها زمام القيادة بالمحافظة، معلنين تأييدهم ومساندتهم له ومثمنين الخطوات التي اتخذها لمحاربة الفساد واعتماد مبدأ الشفافية في العمل الذي افتقده المواطن الحضرمي خلال الفترة الماضية على حسب وصفهم. كما أعلن الحاضرون مباركتهم وتأييدهم لقائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي، مثمنين اللفتة التي قام بها في تفقده للواء بارشيدة والاطلاع على جاهزيته من أجل إسكات تلك الأصوات التي يطلقها من يريد شق الصف وخلق حالة تشرذم في المجتمع الحضرمي على حسب تعبيرهم. عقدت بمدينة المكلا ورشة مشتركة لمناصرة دور اللجان المجتمعية لرفع الوعي وتخفيف حدة النزاعات المجتمعية ضمن برنامج رفع قدرات اللجان المجتمعية بالمكلا الذي ينفذه المعهد الديمقراطي الأمريكي. وتهدف الورشة التي شارك فيها ممثلون عن الجانب القضائي والنيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المجتمعية لتعزيز دور السلطات المحلية في خدمة المجتمع وإشراك المجتمعات والأصوات المحلية في دعم ومناصرة دور اللجان المجتمعية في إصلاح ذات البينة بما يسهم في تخفيف حدة النزاعات والإشكالات القائمة. ويأتي المشروع بشراكة مع قيادة اللجان المجتمعية بمدينة المكلا وشباب الأحزاب والمكونات السياسية لرفع قدرات أعضاء اللجان المجتمعية في تنفيذ حملات المناصرة للقضايا المجتمعية. دشنا بالمكلا اللقاء التنسيقي لمكاتب التربية والتعليم لتعزيز العلاقة ودعم العملية التعليمية ضمن مكون تعزيز الحكم المحلي في قطاع التعليم إذا مكونات مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية. وفي اللقاء الذي شارك فيه 40 مشارك ومشاركة من الجهات ذات العلاقة استعرض القائمون على المشروع أبرز الأنشطة التي تم تنفيذها والهدف من إقامة اللقاء الذي سيخرج بخطة مشتركة لتفعيل أدوار السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني ورجال المال والأعمال والشخصيات الأكاديمية والتربوية والاجتماعية في دعم واستقرار العملية التعليمية، حاثين المشاركين على الخروج من اللقاء بقرارات وتوصيات هادفة تصب في تطوير وتحسين القطاع التربوي والتعليمي وكذا أهمية التعاون والتكامل بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني لما من شأنه تجويد وتحسين التعليم. اختتمت منافسات البطولة الأولى لمصارعة الذراعين بالمكلا والتي نظمها اتحاد فرع اللعبة بساحل حضرموت بمشاركة 60 لاعبة. وشهدت منافسات البطولة فوز 6 لاعبين من الأوزان والفئات التي تم تحديدها في البطولة، سيتم اختيارهم لمنافسات البطولة العامة للمحافظات المستهدفة المزمع إقامتها بالعاصمة عدن أو محافظة حضرموت خلال الفترة القادمة. وعلى ذلك سيتم اختيار المنتخب الوطني المنافس في بطولة مصارعة الذراعين بالجمهورية المصرية العربية. هذا وتعد البطولة أولى البطولات في ساحل حضرموت بعد اعتماد تأسيس فرع الاتحاد للقوة البدنية ومصارعة الذراعين. أقيم الشهر الماضي أول نشاط على المستوى الجمهورية في مدينة عدن، وهذا يعتبر هو النشاط الثاني بحضور أكثر من 70 شاب على أوزان مختلفة من 60 إلى 110 كيلو. طبعا اليوم نحن نعتبره ليس نشاط فقط، هو مهرجان شبابي خالص. في الفترة الأخيرة سعينا في أقل من أسبوعين لتنظيم هذه البطولة، عدد المشتركين تخطى حاجز 50 مشترك اليوم لجميع الفئات. أيضا المتأهلين 6 الأوائل على كل فئة اليوم سوف يشاركون في بطولة الجمهورية المقامة في العاصمة المؤقتة عدن، على ضوء سيتم اختيار المنتخب الوطني المشارك في البطولة العربية المقامة في جمهورية مصر العربية. اليوم شاركنا في بطولة مصارعة الأيدي وكانت على 3 مراحل، المرحلة الأولى ولا نصف النهائي، والمرحلة الثالثة تصفيات يخرج الأول والثاني، أخذت المركز الثاني وكانت جميلة جدا. في الشحر أقام مركز التوحد مسابقة وأنشطة لا صفية جمعت أطفال ومربيات المركز بمشاركة أطفال روضة الأجيال برعاية المجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بحضرموت. واحتوت الفعالية على مسابقات متنوعة حملت العديد من الفقرات الهادفة والوصلات الإنشادية بالإضافة إلى توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين بالأنشطة والمسابقات اللاصفية لتشجيع الأطفال واستمرار نجاحهم بتحقيق نجاحات متواصلة بحياتهم العلمية.
وبعث الأطفال شكرهم للمجلس التنسيقي الأعلى لمنظمات المجتمع المدني بمحافظة حضرموت على دعمهم الجزيل لأنشطة المركز المختلفة، وكذا الاهتمام بشريحة أطفال ذوي الهمم بكل بقاع حضرموت. في مديرية ساد شن مكتب الصحة الدورة التدريبية في الإنعاش القلبي لطلاب القسم الثاني العلمي بثانوية الفقيد عوض باوزير بالمديرية. واستهدفت الدورة قرابة 40 طالبا من طلاب قسم الثاني العلمي بثانوية الفقيد باوزير، وتناولت عدد من المفاهيم والمهارات اللازمة التي تمكن الطالب من التعامل بصورة سلمية مع الحالات الحرجة باستخدام وسائل العرض والفيديو والتطبيق العملي لتثبيت المعلومة. وأكد مكتب الصحة بسائل أهمية تدريب الطلاب ونشر الثقافات والمهارات الأساسية في مجال الإنعاش القلبي من أجل تعلم منقاد حياة المواطنين الذين يتعرضون لأزمات قلبية. هذا وتأتي الدورة تزامنا مع اليوم العالمي لإنعاش القلب وضمن برنامج التثقيف المجتمعي. أسدل الستار عن أولى مباريات كأس بطولة حضرموت لكرة القدم في نسختها السابعة، وجاءت أولى مباريات الدوري بتغلب نادي التضامن على نظيره الضليعة على ملعب الفقيد براد بالمكلا، ويقابلها فوز نادي اتحاد سيئونة على نظيره هلال السويري في افتتاح البطولة على ملعب البرق بمدينة تريمة. المزيد في هذا التقرير. بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، أسدل الستار عن أولى مباريات بطولة كأس حضرموت لكرة القدم التي تأتي برعاية من السلطة المحلية بمحافظة حضرموت. طبعا بطولة كأس حضرموت تعني لنا في مكتب شباب الرياضة وكل الكوادر الرياضية بأنها ليست مجرد بطولة رياضية فقط، ولكن هي أيضا لها أو تلقي بظلالها على الكثير من الجوانب الاقتصادية والسياسية، بحيث أنه نجسد المقولة بأن الرياضة دائما تصلح ما تفسده السياسة. بالنسبة للجانب الفني، نحن هنتكلم من الجانب الفني، قمنا بإعداد الحكام إعدادا جيدا لهذه الدورة السابعة، وكان دوري البلدة له الفضل الكبير في أيضا إعداد الحكام بدنيا ولياقة وإشرافا على قوانين اللعبة. مباراة أولى جمعت بين ناديي التضامن والضلع على أرضية ملعب الفقيد براد بالمكلا انتهت بفوز التضامن ب3 أهداف نظيفة دون رد. حقيقة أن كثير من الفرص أهدرت، كنا من المفروض أن احنا نفوز بقى أقل 5 6 7 أهداف هكذا، لكن الحمد لله نقول قدر الله وما شاء فعل ومكتفين بهذه النتيجة. يعني نبارك لفريق التضامن الفريق العريق الذي يحمل تاريخ له صولات وجولات في الزمن القديم. جماهير عاشقة لكرة القدم لم تستطع الغياب عن افتتاح البطولة واعتلت الجبال لمشاهدتها، وذلك بعد إيقاف الجمهور في 5 مباريات رسمية يلعب فيها نادي التضامن نتيجة الأحداث الأخيرة التي شهدها نهائي بطولة كأس البلدة التنشيطي بين ناديي شعب حضرموت والتضامن. وفي المباراة الافتتاحية الثانية التي أقيمت على ملعب البرق بتريم تغلب نادي اتحاد سيئون على نظيره هلال السويري ب3 أهداف نظيفة، مباراة شهدت حضور جماهيري كبير يليق باسم هذه البطولة. البطولة التي انتظرها الجمهور الحضرمي منذ 3 سنوات بعد توقفها لأسباب خاصة، الشيء الطيب أن هذه البطولة أعطت الحضرموت نكهة خاصة وأعطت رياضة كرة القدم خاصة في الوادي والساحل نوع متقدم من الرياضة، والحقيقة سعدنا أن احنا البطولة عادت بعد توقف 3 سنوات. مباريات بطولة كأس حضرموت يجب أن تحظى هذه المرة بترتيبات تليق بالبطولة بعيدا عن المشاهد والأحداث المخزية التي تشوه صورة الرياضة الحضرمية وتليق باسم وتاريخ حضرموت. ختام النشرة إلى عناوينها: رئيس حكومة المناصفة يدجن مؤتمر الشباب والتنمية في العاصمة عدن. كتلة حلف وجامع حضرموت تدعو كافة المكونات الحضرمية إلى مساندة المحافظ بن ماضي والالتفاف حوله. انطلاق أولى مباريات بطولة كأس حضرموت لكرة القدم بساحل ووادي حضرموت. دمتم في حفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.